السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنبدأ معاكم يا جماعة الليسنينج، تمام؟ هنجمع لكم في كل فيديو كام ليسنينج كده عشان ما يكونش الفيديو طويل واعرف اعمله اكسبورت ومنتجه يعني، تمام؟ هنبدأ معاكم. دي توم قطعة جت عن واحد ممثل وابوه وامه بيشتغلوا في التمثيل، ودي في مذيعة عاملة معاه انترفيو بتسأله عن يعني عن بعض الحاجات يعني، تمام؟ توم ده كان بيقول ان بعض الممثلين الكبار دول ما كانوش عندهم إبداعية في التمثيل، تمام؟ فهي بتقوله إيه؟ إيه بيقول هو كان ينتقد بعض كبار الممثلين الأفلام ليه؟ نقص إبداعيتهم في التمثيل، يعني ما عندهمش إبداع أصلاً، تمام؟ السؤال الثاني كان بيقول إن هو بيرى الأسلوب المحوري بتاع والديه في التمثيل إيه؟ ان هم كانوا عندهم بصيره انسايت انتو ديماند اوف ارون، عندهم بصيره في متطلبات الدور، يعني يعرفوا متطلبات الدور ايه ويوصلوها للناس، يعني يعرفوا اكت الشخصيه نفسها، تمام؟ اللي بعدها ايه الصعوبه في تمثيل الادوار القاسيه اللي هي الشريره يا جماعه؟ يعني بيقول ايه الصعوبه فيها؟ ان الممثل has to make the audience understand them، ان هو الاودينس دول اللي هم المشاهدين او الناس يعني المهتمين ان يفهموا الشخصيه، لازم يوصل لهم يمثل الشخصيه بطريقه يفهموا بيها الشخصيه الاودينس، ماشي؟ اللي بعدها السؤال الرابع يا جماعه، توم ده بيقول ان الاكتور اتاسك اللي عمل الممثل اثناء قراءه السكريبت اللي هو زي الديالوج نفسه او يا جماعه السيناريو، ماشي؟ ان هو ينقل المعلومات الضروريه او المفيده يعني في بطريقه محايده. اللي بعدها ان هو في نهايه الانترفيو كان بيرغب بايه؟ يرغب بتحسين شخصيته. فعلا يا جماعه الاسئله دي الاسم ده جالي انا، تمام، في امتحان البنك الزراعي، وهو مهم جدا 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 جدا، تمام؟ وانا يعني ممتحنه من فتره قصيره، فاكيد ان شاء الله يعني هتعرفوا تحلوا باذن الله. اللي بعده دي واحده اسمها بربارا، كانت هي حاسه بالخذلان او كده، اللي هي تراي تو سبيك. بصي تحت كده يا جماعه بيقول لك ايه، ان الشركه بتاعتها كان معاها شركه هي وجوزها، الشركه بتاعتهم كانت ايه زي كلير زي ايه ما فيهاش بضاعه او مفلسه حاجه زي كده يعني، تمام؟ فهي كانت حاسه عندها شعور بالخجل، فهي كانت تراي تو سبيك، تمام؟ تحت بيقول ستور ديفكتيف، تمام؟ الستور ديفكتيف ده اللي هو حدث اللي هو المفتش، سوري يا جماعه المفتش بتاع المخزن نفسه كان منتظر بره ووز ويتنج، وهي كانت تراي تو سبيك ويز هيم، ان هي عايزه تتكلم معاه، هو كان منتظر بره، تمام؟ وايبر بره تيل هير ان شي وود افرايت، ان هي كانت خايفه، تمام؟ ان هي طبعا الشركه تقريبا بتاعتهم مفلسه وكده، وهي كان المفتش ده منتظر بره، هي كانت خايفه، فهي كانت بتحاول تكلمه وهو كان منتظر بره، تمام؟ بالبارا اند هير هاسبند زي هاد بين ان ايبل، ان هما غير قادرين تقريبا عشان مفلسين، تمام؟ ذا بالبارا كمباني زي هاد كلير، كانت انا على فكره بعمل لكم الفيديو يعني كميه رسائل من تليجرام حاجه زفت بجد، يعني انتوا مش بتشوفوا التعب اللي انا بتعبه، تمام؟ بصوا يا جماعه الليسننج ده مش مفهوم طبعا مع الناس، انا فهمته لكم يعني، ده زي ده حاجه كده ما تعرفوش ايه الموجود فيها، اللي هو لازم تربط الحاجات ببعض عشان تفهموا، تمام؟ اللي بعدها دي واحده اسمها كولين، ماسكه جمعيه رعايه الشباب اللي هي واي اتش اي ياس هاوس سيمبل، يقول ان هي في فترات السنوات الاخيره، تمام، ارتفعت الجمعيات دي جمعيه، بتقول بقى اللي تحتها ان هي عملت تغييرات ديسايد وات تشينجز تو ميك باي اسكينج ذا فيوز اوف كاستمرز، ان هي بتسال عن طريق الناس اللي بتسكنهم هم الشباب. اللي بعدها في السنوات الاولى للجمعيه دي كانت منتشر ان الشباب بيسافروا من غير ما ياخدوا والديهم معاهم، اللي هم ابوهم وامهم يعني، غير ما بيسافروا من غيرهم، كانوا الاول طبعا احنا عارفين فاكرين ان هم ايه، ان هي جمعيه ولها قيود وكده، لا كانت عادي منتشر ان هم يسافروا من غير ابوهم وامهم، تمام؟ بعدها ايه بيقول ان هي قالت عن ايه، قالت كولين دي قالت ايه بقى كولين عن القوانين بتاعت الجمعيه، ان هي كانت
كانت صارمة يا جماعة، كانت صعبة طبعا لأن بتسكن طلبة وكده، ف يعني بتسكن ناس، فليها بتحط قوانين. القوانين دي كانت صعبة، كانت صارمة، تمام. they used to be stricter. تحتها calling first that in the future they may be too many hotels، ان هي كانت خايفة ان في المستقبل يكون في فنادق كتير طبعا، لان الناس هتسيب الجمعية وهتروح تسكن في فنادق. فهو ده كانت الحتة دي هي بس اللي كانت خايفة منها، تمام. اللي بعدها توبي اند اوليفر، ان هو بيقول لك ايه مشكلة اوليفر لما يدخل المطبخ، ان هو كان يدخل ما يلاقيش حاجة ياكلها، تمام. اللي بعدها البسكويت ده اهميته لاوليفر، ان هو كان بيحسن المود بتاعه وبيميك ذم يعني يحسن مزاجهم يعني او بيبسطهم، تمام. ميك ذم لوك جود. اوليفر بيكام انجر بويز، ان هو اصبح هو كان غضبان ليه، ان هو كان الاكل ما بيجيش في الميعاد. طبعا دي واضحه يا جماعه، مش مستاهله، الاكل كان بيتاخر يعني. الستاف بتاع المطبخ كان بيقول ايه عن رايه في اوليفر، تمام، ان هو علمهم يعني اشياء كتير، كان بيعلمهم حاجات كتير يعني. اوليفر كان بيشجع الشباب اللي هما كان بيدربهم دول على الطبخ، يعني كان بيدربهم على الطبخ، كان بيشجعهم ان هما يدربوا مع شيفات تانية عشان ياخدوا خبره، يعني ياخدوا خبره اكتر ويعرفوا حاجات اكتر. اما تمام اللي بعدها دي جزء توم، دي باقي ليسننج اللي هو الاولين اللي انا شرحته، تمام. يعني انتوا ما لكمش دعوه غير لحد اوليفر انكارج هيزياس كوكس تو، يعني توم دي بقى اللي هي بتاعه الممثل اللي انا شرحتها في الاول يا جماعه، تمام. اللي بعدها اللي جايه دي واحده اسمها لوسي، كانت في الاذاعه، هي مهندسه ديكور وبيسالوها في الاذاعه، تمام. هي صممت اول حاجه في السؤال الاول اللي هي بولد تري هاوس، بيكوز هي صممت مبنى للشجره نفسه على هيئه شجره تقريبا. المبنى ده قدم مشكله تصميم مثيره للاهتمام، تمام. دي جت على فكره، كل حاجه بنزلها جت. اللي تحتها ان لوسي دي كانت مبهوره بالصناديق التليفونات، يعني تاريخيه يعني، ماشي. ليه؟ عشان انماطها، مجموعه انماطها كانت يعني الشكل نفسه بتاع التصميم نفسه كانت مبهوره بيه. there are range of styles. في الجامعه اللي تحتها في الكليه صممت مباني صغيره، عشان ايه؟ عشان يقدروا يجمعوها في وقت اصغر، تمام. اللي هي يعني صممت زي كده تقريبا، يعني اللي هو الماكيت ده اللي هو اشكال مباني صغيره، تمام، مجموعه يعني كتير، عشان كان كود بي اسمبلد ان شورتر تايم. طبعا كل حاجه اكيد ملهاش ليسننج اللي احنا جايبينه، لو ليسننج كنا نزلناه، بس احنا بنفهمك اللي بيتقال. لوسي دي كان عندها فكره عن توقف السوق، تمام. فهي الفكره دي جاتها امتى؟ لحل يعني مشكله ان السوق واقف كده زي ما بنقول، جاتها لما هي كانت خارج البلاد، كانت مسافره في رحله، تمام. اللي بعدها اللي شافته وحبته عن التصميم بتاع الجائزه بتاعتها اللي خدتها، كانت الزخرفه نفسها بتاعت الجائزه، الزخرفه بتاعت الجائزه يا جماعه، اللي هو الديكوريشن نفسه بتاع الجائزه اللي خدته، اللي كانت حبايه يعني، حبه الشكل يعني. هي مهندسه ديكور وكانت في طالعه في الاذاعه، كانوا بيعملوا معاها زي كده، كانوا طالعه في الاذاعه وجايبين نبذة عنها يعني. احنا كده وصلنا للنهايه، انا كل فيديو هنحط فيه مجموعه عشان ما اطولش عليكم كده، الفيديو ده حوالي 10 دقايق ان شاء الله، وهنجيب لكم حاجات تانية لحد عشان نسمع عندها امتحان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.